الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يأتي هنا لبرق المنطلق في هذه اللحظات لعبيد بن ناصر بقبي المنصوري، شعار الشاهينية يا من صلى وجال هذا الشعار ما شاء الله بهذه الانطلاقات الجميلة، ومن خلف ما مات كما قال هو. هو تشاهدون هذا الشعار يعود بكل قوة إلى المنافسة وإلى الصراع. المركز الثاني نسناس لمحمد بن سعيد بن سالم الزرعي من ينطلق على المركز الثالث، وفي المركز الرابع هنا الجحجاح لعبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري، ومن الجانب الآخر هناك هنا الوارد لسعيد بن عامر بن سعيد سعد بن عامر بن سعد الرفادة المري المنطلق بالتحدي والإثارة، ومسموح الحمد بن ناصر هنا أيضا بن مطيع العجمي ينطلق بأدائه المميز الجميل. هنا نتابع التحديات، نتابع الإثارة، نتابع هنا ممثل لحمد بن محمد بن سالم لوهيبي من وصل أيضا شعار أهالي السلطنة، ممثل أهالي السلطنة الدائم هنا ينطلق وظهور هذا الشعار المميز على أرضية هذا الميدان. مرحبا بالجميع هنا في المشاركة في تمهيدي المرموم ومكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. نتابع المركز الثامن، نتابع ثامن مراكزنا، المركز الثامن، وياتي رعد لمحمد بن عبيد الفهيده المري على المركز هنا الثامن، وفي المركز التاسع شكلان هنا ايضا لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مرشد السبوسي، والمركز العاشر المنطلق هناك اشقر لسعيد بن عبيد بن خلفان المزروعي من ياتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وهناك أسامي قادمة، أسامي أيضا ما تنضم إلى ركب المقدمة في هذا الأداء المميز الجميل. أعود مع بن حضيرم هناك المسيطر مع المهيب على الصدارة، المهيب على المقدمة على المركز الأول يسيطر مع محمد بن خلفان بن حضيرم الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني هنا نسناس لمحمد بن سعيد بن سالم الزرعي من ينطلق على المركز الثاني، وفي المركز الثالث لبرق هنا على المركز الثالث لعبيد بن ناصر بقبي المنصوري ينطلق هنا على المركز الثالث في هذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة. هناك مسموح الحمد بن ناصر بن مطيع العجمي من يأتينا على المركز الرابع في هذه التحديات الجميلة والرباعية المتميزة. المركز الخامس هنا ممثل الحمد بن محمد بن سالم لوهيبي من يأتينا مع ممثل على المركز الخامس في هذه الانطلاقة الجميلة. وسادس مراكزنا هناك رعد لمحمد بن عبيد الفهيدة المري، وفي المركز السابع هناك المنطلق في هذه اللحظات هنا عنيد الناصر بن سعودي بن حمرور العامري، وهناك ايضا الجحجاح لعبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري المنطلق على المركز الثامن في هذه الانطلاقه الجميله. واعود اكتفي هناك المركز التاسع شعار بن رشيد مع فريد سلطان بن خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي المنطلق تاسعا، والمركز العاشر شعار الرفاده مع الوارد لسعاد بن عامر بن سعد الرفاده. واعود الى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. هناك مسموح الحمد بن ناصر بن مطيع العجمي من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني نسناس محمد بن سعيد بن سالم الزرعي من يأتي بنسناس على المركز الثاني، والمركز الثالث هنا الأبرق ينطلق على ثالث المراكز بهذا الشعار المميز لعبيد بن ناصر بقبي المنصور. يا الله يأتي بالأبرق بهذه الانطلاقة، شكرا يصبيح على المتابعة
الرابعه. يا هذا الاداء الجميل والتحدي مع الابرق، وهذا الشعار الابرق الجميل ايضا الذي يا ما صال وجال بالتحديات، يا ما صال وجال بالفوز وبالناموس، ها هو يعود بقوه للمنافسه في هذا اليوم الجميل والتحدي. ارى الوصول، ارى الوصول هنا، الوصول من عنيد ناصر بن سعودي بن حمرور العامري القادم مع الكيلومتر الاخير، وهنا هنا 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 ايضا القادم حشيم لمحمد بن عبد الله بن مطر الرميسي، من ياتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس فريد السلطان بن خليفه بن سلطان بن رشيد، ولكن مسموح، مسموح على الصداره، مسموح على المقدمه، ولكن الله الابرق 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 ينطلق بالصداره، ينطلق بالمقدمه، ينطلق بالفوز، ينطلق بالناموس. عوده حميده لهذا الشعار المميز، صدقه من قال ومن خلف ما مات. الله يرحمك يا ناصر يا ابو قبي. ها هو هذا الشعار يعود بكل قوه على الصداره، على المقدمه، على المركز الاول لعبيد بن ناصر ابو قبي المنصوري، على الصداره، على المقدمه، على المركز الاول وصداره هذا الشوط. ها هو بهذا الاداء المميز الجميل، شكرا يا صبيح على هذا الاداء المميز الجميل. ها هو تشاهدون الابرق على الصداره، الاقرب على الابرق على الفوز وعلى الناموس. سلام لاهالي مدينه العين، اسعدتم صباحا على هذا الاداء المميز. سلام لاهالي البطين، سلام هناك بمدينة العين على هذا الفوز المميز، والتهنئة لسعيد بن ناصر بن قبي المنصوري الداعم لهذا الشعار المميز الجميل، والسلام للمرخانية على هذا الأداء المميز. ولحظة الوصول إلى خط النهاية المركز الثاني وصل مشاهدي الكرام مسموح الحمد بن ناصر بن مطيع العجم المركز الثالث، أتانا هناك حشيم على المركز الثالث، محمد بن عبد الله المطر الرميذي، هو فريد لسلطان بن خليفة بن سلطان رشيد السويدي، وعنيد الناصر بن سعودي بن حمرور العامري على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى التي انطلقت بالتحدي، انطلقت بالإثارة، وتابعنا الأبرق بأدائه، الأبرق بفوزه وبناموسه الجميل. 7:46 ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. هنا تهانينا لعبيد بن ناصر بن قبي المنصوري، والسلام لأهالي المرخانية بمدينة العين على هذا الأداء المميز، وشكرا يا صبيح يا الغيلاني على هذا الأداء. المركز الثاني مسموح الحمد بن ناصر بن مطيع العجمي ب7:50 ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. أما المركز الثالث فكان هناك الانطلاق من قبل أيضا من انطلق في هذا الأداء، هناك أيضا حشيم محمد بن عبد الله بن مطر الرميثي بشعار أيضا دكتور الإصايل 7:53 تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، انتهينا من الجولة الأولى، بدينا في الجولة الثانية، والجولة الثانية افتتاحا بسن الإذاعة البكار. ها هي الانطلاقة للإذاعة البكار المحليات الأصايل.